برضو عندنا خبر مهم جدا واخر استعدادات منتخبنا الشباب منتخب مصر بقياده الكابتن ربيع ياسين. منتخب الشباب يضم 24 لاعبا لدوره شمال افريقيا. كل التوفيق طبعا للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني. عايز اقول لحضراتكم ال 24 لاعب اللي انضموا لمنتخب مصر: حمزه علاء ومحمد مغربي وهاني عمرو ومحمد اشرف ومحمود صابر، حماده الفيل وحسام ياسين من الاهلي، ايهاب العايدي من المصري، مصطفى الروبي من وادي دجله، محمود العشري وعبد الله عادل وزياد محمد واحمد مسعد من انبي، فارس مجاهد من سموحه، احمد عيد وحسام اشرف من الزمالك، محمد شحاته وهاني عنتر من طلائع الجيش، محمود صابر من النجوم، حسام حسن من غزل المحله، ابراهيم عادل من بيراميدز، محمود العالمي من بتروجيت، وزياد طلبه واحمد سالم من المقاولين العرب. اختيار ايضا 7 ناشئين من النادي الاهلي، ده يعني بيبين يعني مدى الشغل اللي داخل قطاع الناشئين. زي ما احنا شايفين من البوابه اختيار 7 لاعبين من الاهلي في منتخب الناشئين. عفوا هقول لاعبين لحضراتكم مره ثانيه: حمزه علاء في حراسه المرمى، محمد المغربي، هاني عمرو ومحمد اشرف ومحمود صابر وحماده الفيل وحسام ياسين. البطوله ان شاء الله فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتنزانيا وكينيا. وكل التوفيق طبعا للكابتن ربيع ياسين اللي معانا على الهاتف. ازيك يا كابتن ربيع؟ اهلا كابتن اسامه، ازي صحتك يا اسامه؟ اهلا بيك، موفق دايما، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. كل التوفيق ليك ان شاء الله في اولى مبارياتك بكره ان شاء الله يا كابتن ربيع. طمن بقى جمهور مصر على اخر استعدادات كابتن ربيع ياسين ومنتخب الشباب لدوره شمال افريقيا. لا ان شاء الله كل خير، احنا بنحاول نعمل جيل جديد لمصر بمشيئه الله تعالى. البطوله مهمه جدا زي ما حضرتك قلت، فيها الجزائر وفيها المغرب وفيها كينيا وفيها تنزانيا، اكيد قويه جدا. البطوله طبعا هتوقفنا على اللي احنا محتاجينه، اذا كان في سلبيات اذا كان في ايجابيات، مين اللي هيكمل، مين اللاعب الدولي، مين اللاعب المحلي، مين اللاعب اللي يصلح او لا يصلح، حاجات مهمه جدا. احنا طبعا عملنا معسكر قبل ما نيجي لمده 9 ايام 10 ايام، نصهم كان مقفول ونصهم مفتوح. يعني قبل ما نيجي لعبنا ماتشين وديين، ماتش مع حرس الحدود وتعادلنا فيه 0-0، وماتش مع فريق كولا وكسبناه 3-0. تمام، الناس كلها كويسه، الاولاد كويسين جدا الحمد لله، بيستمعوا كويس جدا وشغالين بقى على التمرينات، وعملنا مجموعه تمرينات ان شاء الله فيها الجوانب البدنيه، بنطور الجوانب البدنيه والجوانب المهنيه والخصوصيه والقوات الاراديه. الحمد لله الاستيعاب كويس جدا، اللعيبه مقدره، ان شاء الله يكونوا جيد كويس يثبتوا وجودهم ويحققوا نتيجه كويسه ويعملوا اداء ويعملوا بطوله كويسه بامر الله تعالى، ويثبتوا وجودهم يا استاذ وان شاء الله. وانت قادر يا كابتن ربيع زي ما عملت جيل قبل كده بتاع صالح جمعه المنتخب لمصر، ان شاء الله قادر انك تعمل كمان جيل يعني تستفيد منه الكره المصريه. قول لي بقى، وصلت للتشكيله الرئيسيه يا كابتن ربيع والقوام الرئيسي ولا لسه برضه في عمليه انتقاء اللاعبين؟ لا هو لسه طبعا، احنا لفينا لفه قبل ما اجي في فبراير ومارس، لفينا لفه في محافظات مصر عشان برضه ملف جينا انتقاء، يعني عشان برضه ما نظلمش في عدد كبير جدا اكثر من حوالي 90 لاعب جمعناهم وهنشوفهم في ابريل ده باذن الله قبل ما ينتهي الموسم بتاعهم. انما انا اكيد وصلت العدد، بس لسه القناعه مش موجوده. ولحد اخر لحظه البناء شغال، وفي نفس الوقت انا قدامي ماتشات. تمام، مين اللي هيبقى في الماتشات دي يا اسامه؟ اللي هو اللاعب ان شاء الله الدوري. انما في بشائر، مش بشائر وحش، كويس في بشائر كويس، في هجوم، في لعيبه، في استعداد، في التزام، في تركيز، في مهاره، في نتائج، في فنيات. بس ان شاء الله القناعه تيجي باذن الله تعالى اللي يستمر. ده انا يهمني يا اسامه الاستمراريه بامره. السن الولد ده في مرحله مهمه جدا خطيره، بيروح ويجي بيروح ويجي بيروح ويجي. فنتمنى ان هم يستمروا بفنياتهم ان شاء الله وبشخصياتهم، وهم في نفس الوقت احنا عاوزين لعيب فنياته عاليه جدا يا كابتن اسامه عشان يقدر يواجه ويقدر يحقق. فان شاء الرحمن اكيد وصلت التشكيل، وصلت القوام، هشتغل بيه بكره ان شاء الله، ويا رب يكون عنده اول مباراه بكره ان شاء الله امام منتخب كينيا يا كابتن ربيع. الساعه 3:15 بمشيئه الله تعالى قدام كينيا. كان في البطوله ليبيا واعتذرت وتونس واعتذرت، فاللي دخل مكانهم تنزانيا وكينيا. بكره ان شاء الله كينيا، ويوم الاثنين بمشيئه الله تنزانيا بمشيئه الله. لا هي بطوله قويه وهيبقى فيها استفاده كبيره طبعا، الجزائر، المغرب، كينيا، تنزانيا، يعني لا بطوله واستعداد قوي. كنا سمعنا ان في مشاكل بتواجه شويه يعني منتخب الشباب في اللبس وكده، هل كل الامور توفرت ولا لسه ما زال في مشاكل يا كابتن ربيع؟ لا توفرت، انا مش شاغل نفسي بالاداريات دي ولا شاغل نفسي باللبس، احنا مش شاغل نفسينا بالنتيجه وهنلبس اي لبس وهنلعب اي، لكن تمام يهمني الجانب الفني يا كابتن اسامه. انا بعد الاولاد وبعد نفسي تماما، وان شاء الله اللبس هيبقى موجود النهارده، كان معنا كابتن باجي مشرف على الفريق موجود امبارح، وان شاء الله في مصر جايبنا اللبس النهارده وكل الامور تمام ان شاء الله، مفيش مشاكل في الجنسيه تبقى على ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، وطبعا كل الجهاز الفني. شكرا جزيلا للكابتن ربيع ياسين.